ويلا بسم الله نبدي وصفات اليوم. أول وصفة بسويها معاكم هي مو وصفة، هي طريقة تقديم. بسوي لكم طريقة لتقديم الأجبان. إذا كان عندكم جبن فريش سواء موزاريلا أو ريكوتا أو براتا أو أي شيء فريش، أنا هني عندي نوعين جبن، عندي موزاريلا وعندي ريكوتا، وطبعا تنفع الطريقة بعد مع البراتا مع أي نوع جبن. طريقة التقديم هذه تعطي رقي وفخامة حق أي نوع جبن، يعني عازمة أحد على الريوق على العشاء سوي هالطريقة. أول شيء هني عندي خس، على قولتنا نحن نسميها الخس خس بكشة، شكله حلو بالتقديم. وعندي هني تشيري توميتو ونعناع وخيار، كله بصفه هني بهالصحن مع الخس. حطيت الخيار والطماط، الحين بحط النعناع، وعندي بعد بيبي كاروت بعد بحطه. حطيت النعناع والجزر البيبي كاروت، الحين بنزل الجبن فوق هالخضرة اللذيذة. نزلت الجبن بهالطريقة، هذه أحلى وألف طريقة لتقديم الجبن، بس بضيف مكسرات. هني عندي بيكان أمريكي، وهني عندي بندق، حطيت شوية من البيكان وشوية من البندق وبس، طبقنا اللذيذ جاهز. تخيلوا وتقدمونه حق ضيوفكم حق ريوق أو عشاء، وايد راح يعطي طاولتكم رقي وجمال، لأن الطبق جميل. جربوا وتقدمون الأجبان بهذه الطريقة، وتقدمون معاه توست محمش أو صمون بعد تحمشونه أو باجيت أو أي نوع خبز، وتقدمون معاه خل البلسمك وبس. هني وعافية، خلصنا من الطبق الأول وننتقل الحين حق الطبق الثاني.